اليوم نحكي على ارتفاع منسوب الجريمة في تونس، اليوم نحكي على بركاجات، على السرقة في وضح النهار، على السلب، على برشا مواضيع يقوم بها الشاب التونسي. على شبابنا اليوم يحب يعيش في غيبوبة ما يحبش يعيش الواقع. طول هنا في تونس فما خدم، فما مواضيع تعطيه انت اللي حاجته بيه باش هو ما يسرقش وما يخطفش وما يبراكيش وما يعمل لك حتى شيء. تي في النهار كيجيب 10,000 و 20,000 حق الزجوانت وثلاثة زجوانت كيف في الليل ويضرب النوم يتسمى معلم هو. يمشي يخرج يخدم، أي نحكي لك على عبيد اللي تحب تخدم مثال، تخرج تخدم في معمل ب 400,000 اللي هو تلقاه يخدم في مقاول، نورمالمون شريته 800 و900 صرها عند المقاول وشطر الآخر عنده هو 400,000 شنو باش يعمل بها؟ تي أنا كل يوم نصرف فيها 20,000، تعطيني أنت 400,000 تي نصرف شنو فيها؟ شنو فيها تصرف فيها؟ نصرف فيها 20,000 أبار شيخة وأبار كل شيء راه، نتاع باش تمشي تخدم دخانك ركوبك قهوتك باش تاخذ الشيخة اليوم في وقت ذي ولات حاجة أساسية، الشاب ولا ما عادش نجم يعيش من غير شيخة. اسمع نعطيك حاجة، رتو هذا سيجارو ليجير وسيجارو الزطلة كيف كيف تو، تحكي لي حتى موضوع. كيف كيف فماش فرق ما بين أنت هي الشيخة مع الشيخ تو، كعبتين شرام تاع قبل كيما تو، تي تو كان نصرف في الماء. وين الشيخ؟ كعبة البيرة معلم كانت ب 1700 وب 1600 تو كعبة البواط ب 2150. كعبة الجزيز ب 2600. معناتها انت المطلب تاعك رخص لي في الشراب هكا. كيما اليوم المقاز اخذت الكعبة ب 2300 منها ما تاخذك الا 2600. حقهم. يا معلم في ليلة ونهار زاد 300. وينو الشباب؟ وين ترافيه؟ انا راجل كبير يا معلم. يهز فوق كتاف يحمل ما يهزوش راجل كبير عمره 80 سنة. بالرسمي يا صاحبي الشيخة تحكي على الشيخة العباد الكل تشيخ. 10,000 ما عادش تجيب لك شيء، 5,000 ما تجيب لك شيء، تخدم تخلص 450,000 ما تشريش بها سبيدري، اللي غيرك يشري بها سبيدري، خير منك هو صاحبي ماهوش خير منك، لازمك انت تعمل كيف وعباد تصرف في البليونير، عباد تصرف في المود. تو سامحني لحظه، انا خويا حليت عيني على الدنيا فهمت كيفاه؟ نلقى الوالد والوالده، الوالده مثال معلمه والوالد كذا فهمت كيفاه؟ باش تلقى ليكيليبر ولا؟ هيك باش نلقى بابا نطار انا وكذاتي ما فيريز هو ذاك صيت زراع في راسي وانا عمري 5 و6 سنين. فيريز خويا ذاك فيريز هذاك فيريز يتزرع في مخ البشر مش علي ريقه من ميت صغير يا اخي. وقتاش تتكون شخصية البشر سامحني انت؟ وقتاش تتكون فهمت كيفاه؟ من لاج نتاع الخمسة وستة وسبعة وثمانية سنين الغادي. اذا كان انت الصغير الغادي ما حطيتوش هكا ما حطيتوش ليكيليبر نتاعو باش يريح فيها طول هو زاد حبيب. الوضع فرض عليه كل حد وعنده اسبابه، مش كل سبب واحد. ثم شكون شيخ يحب ينسى، ثم شكون شيخ يحب يعمل جو، كل حد وظروفه ايش فيها. اما السبب الكبير في تونس اللي خلى شباب يعيش في حاله غيبوبه وحاله من الهستيريا اللي هو الوضع، كان جا لاباس عليه ما يمشيش يزبرط ويمشي يقرمش الكستا ولا يتكيف الحشيش. راهو شاد المصحف راهو يصلي. انا واحد من الناس ضد ومع الحكايه هذه. انا ضد انه يفك متاع العبيات وضد المخدرات وما مع شنيا. سامحني كالدوله ما هيش محققت له شهريه كما الدول الاخرى. انت سامحني كي تقوم ما عندوش ما يخدم مسكين زويلي على روح، كي يقوم هو لا يقى لدخان لا يقى لفلوس لا يقى باش ياكل لا يقى بلا يشرب، هو باش يتلز يمشي معناتها باش يفك نتاع العباد باش ياكل ويشرب ويتكيف ويعملهم الكل. مش حل باش يفك ويغور نتاع العباد. هاني قلت لك انا ضد باش انه باش يفك نتاع العباد، اما هو ما عنده حتى على الاخر يمشي معناتها يسرق اخرته شنيا حابس باش يمشي يفك، اخرته حابس كما قال الراجل باش يبيع مخدرات اخرته حابس. اما شنو اعطيني حل انت سامحني. هذا الكل منياش من الدوله، كان جت الدوله اعطته شهريه خاصه باش يوصل هو يمشي يبراكي ولا يفك ولا يعمل اي موضوع. انا اخويا كي نتكيف هكا سيجارو اثنين ننسى اللي هنا نعيش في تونس، ننسى. انا اخويا تجي في يدي 20,000 10,000 والحمد لله، لا كي الطبقه الوسطانيه لاني الفوق لاني اللوت نتمصرف مع دمي وبابا والحمد لله. خويا كل 20 15,000 نمشي ناخذ بها كالطرف نروح للدار خويا نشد البيت اللي عديته نهار كامل نتكيفوا ننسيه الكل خويا. الى متى باش تقعد عايش هكا؟ الى متى؟ لين خويا الدوله تتريقل وتتنظ ها. والى متى؟ كان جد دوله جوها به انا خويا علاش نعمل فيها شيء هذا؟ علاش نعمل فيها؟ كان جد دولة عطيتنا متاعنا وحقنا رانا جونا يا بيتي تشوفتي اسهل اي واحد ريت العباد هذوما الكل تلقاها لابسه ومقشه تي اسهل اي واحد خويا تي او مثلا متسلف صرفات موز يا او متسلف سبيدري يعني متسلف انا كبوت خويا يعني متسلف كبوت خويا تشوف فيها العباد هذيك تكذب راه
تكذب. كان جيت لبس عليه باش تلقاها تدور في السونتر فيل ولا وين المونجالا. نحب نعيش كيما نديدي مقموع الشاب التونسي على الاخر، توا ما عادش نعيشوا طبقه وسطى، الطبقه الوسطى تفسخت جمله صاحبي. فما الخونية وفما الفقراء صاحبي، احنا فقراء ما عادش طبقه وسطى جمله، ماناش خالتين على شيء الا ما تخدم راسك من الاخر. تخدم راسك باش تحيل على 10 و20 و30 و50 و100 و100 و200 الف. اخي شكون اللي دخل فيها هي الشيخه وشكون اللي يجيب فيها؟ اكسترا زات لبيض اللي تحب عليه انت الكل، شكون اللي يجيب فيه لتون؟ شكون؟ الكبارات وما تبعهم الكل. انا واحد من الناس خويا، حتى كي نجي باش نرتح مخي باش نحي الشيخه على جنب، راك ما تنجمش. امرض. ما تنجمش. ريت تو في الوقت الحالي 8 كعبات ولا 10 كعبات كزاز بالدنيا، خلي لك السونتر فيل وما فيها. الشيخه تتعدى تحت الطاوله صح؟ انت لا في بالك بها انت تبدا راقد في سبع نومه، لا في بالك بها ولا ريتها ولا سمعتها، والشيخه تتعدى ماكش انت تعدي فيها، انت جست تكونسومي فيها، خذها سخونه تتشد بها بارده، في حالك منها في المجازات تخرج تتفك لك منها وتقسمها معاه تعطيه 10000 فهمتني باش تتعدى. كيفاش يشدك بجونتا يحطها لك خليها لك في جيبك فهمتني، ويهزك معاها ويبعثك بعام وفيسبا يا صاحبي. اش معناه مليون تاع شنيا المليون يا معلم؟ هذا مليون وقت قبل راهو تو برا لوش قديه في البلاد هذه تصلي طول يقيدوا لك اسمك وعنوانك وين تسكن. هذا شباب يصلي كيفاش هداها ربي، هذا يسكر تبا كيف زات تبا، معناها لا نمشوا للجنه لا نمشوا للنار، يحبوا نقطه استفهام نتفرجوا نقعدوا في الشيء نقعدوا في الوسط. الله يهدي يا صاحبي. وما شوف راه ربي سبحانه كيفاش قال لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، صدق العظيم نصيبك يما قليل يما كثير، هما لا اعطونا لا القليل لا الكثير. حقوق الانسان وين يا اخي؟ منظمات حقوق الانسان والانسان وين يكتبوا كلها تتحايل؟ انتوا الدستور تاع تونس معامله بشر ما جمل وكلمات كتبها انسان كيفي كيفك عاملتها عبيد باش تحايل بها على عبيد. مثلا خويا واحد نظيف واحد خويا مثلا كيفنا نحن انا شبابك خويا نمشوا نسكروا ب 20 30 الف الحمد لله عملنا كيف شنو ظهروا في عينين العباد نحن كلو شهرات وكذا، تلقى واحد لابس عليه يمشي يسكر ب 500 الف، تجيه طفله كلاس ومحليه ولد عائله ومتربي، معناتها انا نسكر ب 30 الف وجونا نسكروا ب 30 الف نبينوا في وجوه العباد كلو شهرات مثلا او موشم هذا وموشم، هاني خويا نعرفوا عندي قديه من اعز ما عرفت خويا ورجال، انا خويا مثلا طفل نظيف نسكر ب 500 الف نخرج خويا انا من بواطه سكرت ب 500 الف يا ولدي مع نولي محليني وفي العصب امور هذايا حكايه مش فلوس وحكيت حكيت مش فلوس وحكيت مش مظهر حكيت صاحبي البنات كيف يشوفوك انت على شنية تعيش على شنية في جيبك على شنية كيفاش معناتها كرهبه وفلوس وما دام هو يسكر ب 500 الف لبس عليه الراجل اللي انا نبقى معاه نعيش معاه متهنيه هو يسكر 500 الف وفي جيبه المليون وزوز انت توا قدام الكاميرا شنو في جيبك؟ انا في ورث ميمتي الغاليه في جيبي تليفون لحظه بركه وفي جيبي قديها شوف شوف الفلوس اوراق ورسمي في اقسم بالله في جيبي خويا تليفون بريكيه بيك سارقها مع عند صاحبي وكيت كيت متسلفه مع عندي هذا يا معلم وريت نحكي لك كي راني بديبلومي شافكوجيان في البلاد هذه بدبلوم واللي يقرا ما يوصلش يا ولدي انا خسر 3 ملايين وبرشا صرف يخدم ولد فلان 3 ملايين وبرشا صرف على باش خذيت الدبلوم هذايا لا يخدم ولد فلان لا شيء يا ولد خذيت الدبلوم مشيت قدمت بيه ساعة خدمت شهر اقسم بالله ولا تروح بيا للدار او معايا الراجل اللي يخدم معايا خدمت شهر كامل ساعة نورمالمون نخدم 8 سوايع كالعبد الكل صح ولا لا؟ نخدم انا في 13 14 ساعة كيفاش دوبلاش في الاخر جيني شهري قد ايه؟ 316000 ناخذ تاكسيات رونفور مثلا من الشرقية الميغرين على شكون يقصوه؟ يقصوهم عليا مشيتش نخلص انا ناخذ شهريتي نلقى خويا قالت لي ليه الفيشه نتاعك مش مقايد يا بنتي يهديك ربي يرحم والديك اعطيني فلوسي يا يعني. شيمني فيك انت قايت الفيشه انا شني مدخلني انا ماني خدمت فما كاميراوات ارجع لي كاميراوات خويا وخلصني شهر وقتاش خذيتها شهريتي بعد شهر الجاي مشيت المره الويلي في القصرين قلت له نحب نخدم انا شاب عاطل على عمل خويا شوف لي حل قال لي برات على ربي معلم قال لي برا الربي بروت له بربي تو يعطيه قلت له خا ربي راه في السماء ثم حساب انا اروح قلت له انت ايش قاعد تعمل لهنا
قلت نحب نخدم اخويا عاطل شاب عن عمل نحب نخدم. قال لي برات على الرب يحكي مع ربي تحكي معي هكا. قال لي كيف هكا استغفر الله هذا ويلي هلا شكون قال لي برات لربي يخد واش تعمل مسؤول. قلت وجي تعزف على البيانو وانت لهنا وجي تعمل. قلت تسمع في مشاكل العبيد وشوف الوضع نتاع العبيد.